بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدين الكرام، متابعي قناة أبو ظبي الرياضية الثانية، متابعي مركز ساح الشط الذي يأتي هنا في هذه الانطلاقة وبهذا الحضور الكبير والمشرف من سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات. هكذا مشاهدين الأعزاء ينطلق شوط الجعدان، الشوط الرئيسي للجعدان، اللقاية المحلية الأصايل. مسافتنا المقررة هي 4 كيلومترات. لمن هذا الشوط الرئيسي؟ لمن الفوز والاستحقاق بالسيارة الفاخرة النيسان بترول الاشتيشن بالانتظار، مباشرة مع عبيد بن سالم بن مصبح، ايضا الغفلي يقدم مشهور في موقع الشهرة في موقع الانتصار. بينما المركز الثاني الوصول والدخول في ثاني المراكز ياتي هنا عجاج لحمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، وصل ليقدم هذا الاسم وينتقل الى المركز الثاني. بينما اللي في المركز الثالث مشكور لمحمد بن سيف بن شوط الخيالي، وصل وخذ المركز الثالث. المركز الرابع وصل شعار بو عمر، يتقدم الجارح لسلطان بن عيوب بن محمد المنصوري، ياتي في المركز الرابع. بينما الدخول من رعد لفكر بن عامر بن عوض، الصيعري يتدخل، ولكن هنا الشارد وصل بن حموده، علي بن حموده بن علي بن حموده الظاهري يتقدم بهذا التقدم القوي وبهذا التحدي المثير وبهذه الانطلاقه القويه. ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق وعلى هذه الاندفاع. بينما الوصول الدخول من القادم هذا شاهين حمد بن محمد بن عبيد العامري، وصل شعار باللحاز يتقدم هنا لياتي مع هذا الاسم. الله يا رعد، والقادم احلى، ولكن العودة الى الصدارة، العودة الى بن قرش، يتقدم في المركز الاول في الصدارة الاولى. فكرة رائعة في عالم سباقات الهجن هنا تطبق على ارضية هذا الميدان وفي مركز صيح الشط. فكرة ناجحة بالفعل، 5:49، 5 أجزاء من الثانية التوقيت الحدث يتسجل هنا مع بالحطم في شوط الامكار. اللقاية المحليات الاصايل، عودة الى مقدمة الشوط، عودة الى المركز الاول. هذا عجاج، هذا عجاج حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، يتقدم هذه الأسماء ويسير مع هذه الانطلاقة. ولكن التغيير من الجارح، الجارح الجارح غير الصدارة، خذ المركز الأول. يتقدم سلطان بن إيريب بن محمد المنصوري، يسير إلى المركز الأول مع الجارح، مع الانطلاقة، بدون عصا، بدون أيضا بطارية تالي. ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق. المركز الأول، السيارة السويتش يلمع، السويتش يلمع في المنصة الرئيسية نيسان بترول. لمن لمن لمن؟ الله يا أبو عمر، روح يا سلطان، يا بني ريو، يا بن محمد المنصوري. القادم القادم عجاج مالكي رحال في سن الحجاي، يتقدم حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري. ناخذ المركز الثالث، يا ترى من القادم؟ يا ترى من ايضا القادم هنا؟ الخليجي، هذا خطير، هذا خطير. بدأ الخليجي ايضا يتقدم، يابر بن سعد بن سالم الفهيده المري ياتي بالمركز الثالث. المركز الرابع وصل بن حموده، على ظهري هنا الشارد علي بن حموده، بن علي بن حموده الظاهري. الله
الله يا هي انطلاقه يا هو تميز يا هو ايضا مركاض بالفعل ساح الشط ياتي مع الانطلاقه الاولى يتقدم ابو عمر على ظهر الجارح سلطان بن ريو بن محمد المنصوري يسير في الصداره الاولى يسير ايضا مع المركز الأول الخليجي وصل الخليجي وصل صاحب التوقيت وصل جابر بن سعد بن سالم الفهيدة المري يتقدم هنا مع هذه الانطلاقة يبحث عن السيارة الرابعة يبحث عن السيارة الرابعة يلا يا مالك الخليجي ولكن بنيريو بنيريو غادر الجميع أبو عمر راح إلى وين إلى الأربعمية متر النهائية الأخيرة خط النهاية خط النهاية ما أجمل هذه الانطلاقة وما أجمل هذا الحضور الميمون من سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات صاحب هذه الفكرة صاحب هذه الفكرة الفكرة الممتازة الناجحة بالفعل بنيريو بنيريو قادم ولكن هنا الخليجي وهناك أيضا من يتقدم أيضا هنا يقدم الجارح 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 الجارة الجارة سلام سلام إلى الوثبة سلام سلام إلى أبو عمر سلام سلام إلى بن ريو سلام المركز الثاني الوصول من الخليج جابر بن سعد بن سالم الفهيد المري المركز الثالث يتقدم في المركز الثالث هنا أيضا وصل حفيد علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري بينما مكرم لعوض بن خليفة بن محمد بن زهر الخيالي خذ المركز الرابع المركز الخامس ربدان عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام ياتي الجارح لسلطان بن ريو بن محمد المنصوري تهانينا لبو عمر على هذا الفوز والانتصار هذه هي لقطات جميلة للغاية أيضا هنا في هذا الانطلاق في هذا السباق الذي أيضا من شروطه وقوانينه بدون عصا وبدون بطارية شوط الجعدان المحليات الأصايل الرئيسي هنا التوقيت الزمني يا سلام عليك يا أبو عمر خمس دقائق 45 ثانية ست أجزاء من الثانية تهانينا على هذا الفوز والانتصار هكذا التوقيت بدون أي أوامر خمس دقائق 45 ثانية تسع أجزاء من الثانية الخليجي جابر بن سعد بن سالم الفهيد المري بينما اللي احتل المركز الثالث في هذا الانطلاق الجميل للغاية بالفعل حيث وصل هنا من خلال هذا الاندفاع ومن خلال هذه الانطلاقة القوية شعار بن حمودة بخمس دقائق أيضا هنا خمس دقائق وثمانية وخمسين ثانية ست أجزاء من الثانية تهانينا العلي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري تهانينا والناموس للجميع